السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات. في هذه الحصة سأقوم بشرح التماثل المحوري وسننجز بعض التمارين الخاصة بهذا الدرس، تابعوا معي. التماثل المحوري هو رسم شكل مماثل لشكل آخر بالنسبة لمحور يسمى محور التماثل. السؤال الأول، أضع علامة في تحت كل شكلين متماثلين. لاحظوا جيدا هذين الشكلين على شكل حرف أ. إذن هنا لدينا تماثل بالنسبة للمحور الذي يوجد في الوسط. إذن نضع علامة هنا. طبعا هناك خاصية مهمة في التماثل المحوري، بحيث أن التماثل المحوري يحافظ على الشكل، بمعنى لدينا هنا شكل أ وهنا شكل أ، وأيضا المسافة بين المحور تكون متساوية، بمعنى هذا الجزء بعيد بمربع واحد عن المحور، وهذا الجزء المقابل أو المماثل يبعد بنفس المسافة عن محور التماثل. إذن هذه خاصية من خصائص التماثل المحوري. بينما في هذا الشكل هنا تباعد بين الشكلين، لاحظوا هذا الجزء يوجد هنا، وبالتالي فإن الشكلين غير متماثلين. نمر الآن للسؤال رقم 2، أرسم مماثلات النقط الزرقاء بالنسبة للمحور الأحمر. إذن هنا لدينا المحور الأحمر وهنا لدينا نقط زرقاء. كما قلت لكم سابقا فإن التماثل المحوري يحافظ على المسافة بالنسبة لمحور التماثل. في هذه الحالة لدينا محور أحمر، سنأخذ مثلا هذه النقطة، لاحظوا جيدا أنها بعيدة بمربع واحد عن محور التماثل، إذن مماثلتها ستكون أيضا بعيدة عن محور التماثل بمربع واحد. وفي الجهة المقابلة يجب أن تكون نقطتان على نفس المستقيم. إذن هذا شرط ضروري وأساسي من أجل رسم مماثلات النقط الزرقاء. نفس الشيء هنا، نأخذ النقطة الموالية، طبعا هنا لدينا مربعان، إذن نأخذ مربعين هنا، ممتاز. طبعا هذه النقطة مماثلتها هي نفسها لأنها توجد على محور التماثل. هنا لدينا أيضا مربعان ولكن المستقيم الآخر، وهكذا. إذن تقومون بنفس الشيء بالنسبة لباقي النقط، وفي الأخير ستحصلون على الشكل التالي، ممتاز. أمر الآن للسؤال رقم 3، أرسم محور أو محاور تماثل الشكل وأتحقق باستعمال النسخ والطي. هنا لدينا شكل، سنقوم برسم محور أو محاور التماثل بحيث نحصل على شكلين متماثلين. إذن سنقوم برسم محور التماثل في وسط بهذا الشكل على شكل مستقيم عمودي. إذن هذا هو محور التماثل الأول، وأيضا يوجد محور تماثل آخر يكون أفقيا بهذا الشكل، نعم. إذن هذا هو محور التماثل الثاني. طبعا يمكنكم التحقق من خلال استعمال النسخ والطي باستعمال الأنسخ كي تقوموا بتحديد محاور التماثل. إذن هذا العمل تقومون بالتأكد منه باستعمال الأنسخ. سؤال رقم 4، أرسم محور تماثل الشكل. هنا لدينا الشكل الأول، لاحظوا جيدا هذا الشكل. إذن قوموا برسم محور التماثل بحيث نحصل على شكلين متطابقين، بحيث إذا قمنا بطيهما نحصل على هذا الشكل. إذن محور التماثل سيكون جيد، سيكون مستقيم أفقي، ممتاز. وفي هذا الشكل طبعا محور التماثل سيكون عبارة عن مستقيم عمودي يكون في منتصف الشكل، جيد، ممتاز. نمر الآن للسؤال رقم 5، أرسم مماثل الشكل
بالنسبة للمحور الأحمر. إذا رسم مماثل هذا الشكل سيكون في الجهة المقابلة لمحور التماثل، وسيكون على هذا النحو. لاحظوا جيدا هذا الشكل الذي قمنا برسمه هنا. النقط التي قمنا ب طبعا تمثيلها في السؤال الثاني وحافظنا على المسافة، نقوم بالتأكد بنفس الطريقة. لاحظوا هذا الرأس هنا يبعد بمربع واحد، وفي الجهة المقابلة أيضا يبعد بنفس المسافة. هذا الجزء هنا يبعد بثلاث مربعات، وهنا أيضا يبعد بثلاث مربعات. إذا هذه معلومة مهمة جدا لأجل التأكد من المماثلة الشكل. لاحظوا هذه النقطة تبعد بواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، وهذه النقطة تبعد أيضا بواحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. إذا جميع النقاط يجب أن تبعد بنفس المسافة عن محور التماثل. ممتاز. أمر الآن للسؤال رقم ستة. بنفس الطريقة سنقوم بإنجاز هذا السؤال، وستحصلون على ممتاز هذا الشكل. إذا تقومون بنسخ هذا الشكل وتنشئونه في هذه الجهة باستعمال الأنسخ طبعا، وستحصلون على الشكل التالي. إذا هذا كل شيء بالنسبة لدرس التماثل المحوري. طبعا أهم شيء يجب التركيز عليه هو محور التماثل، والمسافة بين النقط يجب أن تكون متساوية، واستعمال الأنسخ يعد وسيلة أيضا لرسم مماثلي الشكل بالنسبة لمحور التماثل. ويمكن أيضا التأكد من محاور التماثل باستعمال النسخ والطي. إذا هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس، درس التماثل المحوري. أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.